اهلا بحضراتكم من جديد وفقره ترند الاهلي واللي موجود على السوشيال ميديا من امبارح. بالتاكيد الناس كلها بتتكلم على التتويج ومباراه الاتحاد والاهلي والاخطاء التحكيميه، واللي شرحنا تفاصيل وكواليس من اداء عمل لجنه الحكام الفتره الاخيره. لكن نبدا بسرعه من عناوين ترند الاهلي، واول حاجه معانا من الصفحه الرسميه للنادي الاهلي قدامنا على الشاشه، الصفحه الرسميه للاهلي على تويتر، كتبوا فيها التوفيق والاشياء اخرى اجلت الحسم لبعض الوقت. معاك يا اهلي، معاك يا اهلي يا رب باذن الله الفتره الجايه، وباذن الله مع الوقت انت ممكن مباراه الجمعه ان شاء الله الزمالك واسوان يكون الاهلي بطل الدوري، مباراه الاهلي والمقصه يكون الاهلي بطل الدوري، هي مساله وقت. لكن في النهايه انت بتلعب على لعبه الارقام القياسيه وازاي تقدر تحسم مبكرا عشان تفكر في بطوله افريقيا. نروح على طول للصفحه الرسميه ليلا كوره على الفيسبوك، واللي قالت قطار الاهلي يتوقف قليلا في محطه الاتحاد السكندري ويؤجل الحسم للمباراه القادمه، وكتيبه الاهلي والقطار، وفي طبعا لاعبي النادي الاهلي مع ريني فايلر السويسري. ايضا كمان من الصفحه الرسميه للنادي الاهلي على الفيسبوك، وكلموا على الشناوي، محمد الشناوي حارس مرمى النادي الاهلي، وقال يستمر بالحفاظ على شباكه نظيفه، الاخطبوط يستمر في التالق ويتصدر كل المشاهد. كانت مباراه عظيمه لمحمد الشناوي بالامس، وبيواصل مسلسل التالق في خلال الفتره الاخيره في الدوري، احسن حارس في الدوري المصري، احسن حارس في مصر، الحارس الجدير بقياده المنتخب الوطني في الفتره القادمه. بتتكلموا في اقل او من حوالي 20 مباراه كلين شيت الفتره الاخيره، ومش بيتصدى وكمان بيصنع اهداف، فموسم ولا اروع النجم كبير زي محمد الشناوي. كمان من الحساب الرسمي لموقع في الجول على تويتر، واللي نشروا فيه احصائيات لمحمد الشناوي بوصوله لمباراه رقم 20 بدون تلقي اي اهداف. زي ما قلت لكم 20 مباراه كلين شيت، 26 مباراه في الدوري، 20 مباراه شباك نظيفه، و8 اهداف اهتزت شباكه خلال المباريات المتبقيه. طيب بنكمل معاكم ونشوف برضو من خلال السوشيال ميديا، صفحه الاهلي اليوم من الصفحات الجماهيريه للنادي الاهلي، واتكلمت على محمد الشناوي وقالت حارس كبير جدا، وهو واقف كلنا عارفين مالي مكانه، وانه جيد بالقدر الكافي لحراسه مرمى الاهلي. الشناوي اجتهد وتعب عشان يبقى حارس الاهلي الاول ومنتخب مصر، ولكل مجتهد نصيب، وحاليا وعن جداره هو الافضل بفرق شاسع عن اقرب منافسيه، وكفايه اننا في اي انفراد او كره خطره بقينا بنشعر بالثقه في انه يحاول بكل جهده فيها. ان شاء الله التوفيق للشناوي الفتره الجايه، ولسه عندنا كمان مباريات اهم واقوى، مباريات البطوله الافريقيه مع نادي الوداد المغربي. صفحه ماجيكانو ايضا كمان على الفيسبوك اشادت بمحمد هاني، وقالت لقطه مضيئه لمحمد هاني، بالمناسبه الكره دي كانت هتبقى شبه انفراد، لكن محمد هاني عمل يعني تغطية عكسية بشكل مميز جدا، وقدر يقفل الزاوية بسرعة ويمرر الكرة قبل ما ينفرد بيها مدافع أو مهاجم نادي الاتحاد منفردا بمحمد الشناوي. صورة لليني فايلر، ريني فايلر المدير الفني السويسري، من خلال صفحة في الجول على الانستجرام كتبوا فيها إن دي للمرة الأولى مع فايلر لا ينجح الأهلي في تسجيل هدف في الدوري. لما بتتكلم في إحصائيات ممكن تقول في فريق يعني قدر يخرج تعادل، قدر يكسب مباراة، كسب مباراتين وخسر مباراة، لكن الأرقام القياسية والإحصائيات دي مش هتلاقيها إلا في النادي الأهلي. عشان كده برضه أنا بستغرب لما بيطلع المنافس أو المسؤولين في الأندية الأخرى أو في المركز الثاني يطلع يقول لك إيه النادي الأهلي السنة دي خسر بطولة واثنين وثلاثة وأربعة. يا أخي يا أخي بص فرقتك وشوف مشاكلك فين، ده أنت بعيد عني بـ20 نقطة. هو أنتوا بترسخوا مبدأ جديد إن اللي في المركز الثاني بعيد عني بـ20 نقطة يبقى هو البطل، واللي في الصدارة بعيد بـ20 30 نقطة هو اللي عنده مشاكل؟ يا راجل صلى على النبي. طيب نكمل مع بعض، وصورة عظيمة لني فايلر من خلال صفحة في الجول، لكن الصفحة الرسمية للأهرام سبورت بالتأكيد بتتكلم على علي لطفي وحارس الأهلي، يطمئن الجميع على حالته بعد إصابته بفيروس كورونا. طبعا ألف مليون سلامة على علي لطفي وياسر إبراهيم وديفيد سيزا مدرب النادي الأهلي، ألف مليون سلامة عليهم. بالطبع في مباراة مهمة جدا مع المقصة يوم السبت اللي جاي، هيكون في مسحة كورونا غدا إن شاء الله، الجهاز الفني باللعيبة كله بالتأكيد هيحاول يعمل المسحة الطبية للاطمئنان على حالة الجميع، وإن شاء الله بإذن الله أيام قليلة جدا ويعود علي لطفي وياسر إبراهيم وديفيد زيزا إن شاء الله الفترة الجاية عشان نطمئن على صحتهم، وبإذن الله الفترة الجاية تكون أفضل، وبنتمنى يا رب السلامة للجميع سواء في الأهلي أو حتى في كل الأندية المصرية. طب الحساب الرسمي لسوبر كورة على الفيسبوك قالوا فيه إن الأهلي بيغلق ملف الاتحاد السكندري ويبدأ الاستعداد لمواجهة المقصة. بكرة التمرين إن شاء الله هيكون الساعة 4:30 العصر على ملعب مختار التتش، هيكون الاستعداد بقى الجاد لمباراة مصر المقصة. عندك الأربعاء تمرين، الخميس تدخل معسكر يوم الجمعة، والمباراة إن شاء الله يوم السبت الساعة 8
باذن الله على استاد القاهره. صفحه الوطن سبورت بيتكلموا على بقى كيف سيتعامل فايلر مع مباراه المقصه في ظل ان في غيابات عديده. بيتكلموا ان فايلر هيستعين بحمدي فتحي لحل ازمه الدفاع وبيجهز اليو ديانج. انت عندكم غيابات خط الدفاع في مباراه المقصه. احمد فتحي ليه الانذار الثاني والطرد، رامي ربيعه هيعمل اشعه النهارده عشان نطمن على سلامته، وعنده شد في العضله الخلفيه ان شاء الله تكون اصابه خفيفه ما تاخدش منه مساحه وقت باذن الله ويرجع بسرعه. عندك محمود متولي عنده رباط صليبي، سعد سمير غير مقيد، وياسر ابراهيم مستبعد بالتاكيد بسبب موضوع فيروس كورونا، فبالتالي ما عندكش غير ايمن اشرف. الوطن سبورت بيتكلم بقى كيف سيتعامل فايلر مع مباراه المقصه وسد الثغرات بسبب الغيابات الكبيره في خط الدفاع. هيكون موجود بالتاكيد حمدي فتحي، اليو ديانج، في خيارات عديده بالنسبه للمرحله الجايه، لكن ان شاء الله فريق الاهلي عندها كم كبير جدا من اللاعبين ونقدر نتخطى هذا الظرف في ظل الغيابات العديده. اخر حاجه معايا من صفحه الاهلي الكره الطايره، صفحه الفولي بول، بيتكلموا على بعد ما الفريق فاز بدوري الكره الطايره للمره ال 32 في تاريخ النادي، تتويج الماسترز، وطبعا انت بتتكلم على فريق الاهلي للكره الطايره بطل الدوري، انت بتتكلم على نجوم الصالات، ابطال الصالات، العاب الصالات، تلاقي الاهلي في الطايره واخد دوري وكاس سواء رجال او سيدات، تلاقي الاهلي في السله بيوصل للمراحل النهائيه مع الاتحاد السكندري، تلاقي الاهلي في كره اليد بينافس حتى الرمق الاخير والمركز الاول لغايه المباراه الاخيره في منافسه مع الزمالك، وبالتالي انت عندك فريق الماسترز عندنا في العاب الصالات النادي الاهلي بيحقق كل الالقاب، في ناس ثانيه بعيد عن كل ده لكن بتحاول تصدر الوهم ان هم ابطال الصالات وهم في النهايه بعيدين كل البعد عن المراحل النهائيه. المشهد الطيب اللي في الصوره دي وده اهم صوره ممكن نتكلم فيها، ان لاعبي فريق الاهلي للكره الطايره بعد الفوز بالدوري بيدعموا مؤمن زكريا من خلال هذه الصوره الرائعه، وكل لاعبي النادي الاهلي وكل الالعاب داخل النادي الاهلي في رساله دعم قوي جدا لمؤمن زكريا خلال الفتره اللي جايه. دي صوره عائله الاهلي داخل النادي الاهلي. اخرج الى فاصل، وبعد الفاصل مهمه الفقره اللي جايه لان هنتكلم على الدوري وازاي الانديه رجعت للدوري، وهل الدوري المصري تاثر بسبب التوقف الطويل، ومين اللي عامل الفروقات الشاسعه في الدوري ومحقق نتائج ايجابيه. اخرج الى فاصل ثم نواصل. الله عليك يا شناوي، الشناوي ناوي على التألق، ناوي ناوي الشناوي 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 محاولة، تأتي المحاولة عالية، والشناوي الشناوي الشناوي، نعم محمد الشناوي عبر التاريخ. الكرة رايحة فين؟ يا نهار أبيض، الله عليك يا شناوي، من على الخط يشيل الكرة العكسية في ناموسة 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 من التراي من حارس المرمى راسية حلوة، راسية حلوة، ولكن يتألق محمد الشناوي في أول اختبار حقيقي.